الشكل. تعالوا نشوف ماذا تقول الصحافة الإسرائيلية عن مصر، خدمة دائما نقدمها إليكم. الشائعات التي تحدثت عن أنه مصر ستمنح الفلسطينيين 160 كيلو مترا في سيناء، واللي رد عليها في وقتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كيف تعاملت مع الصحف الإسرائيلية. أيضا في إسرائيل يتحدثون عن وجود إسرائيليين في تنظيم داعش. تخيلوا ماذا تقول الصحافة الإسرائيلية عما يحدث في مصر والمنطقة. معرف إن شخر لدبوخين بإسرائيل، مصرعم حكمت مدينة بسيناي لو على بيرك. لا صحة للتقارير الإسرائيلية، مصر تؤكد إقامة دولة فلسطينية في سيناء غير مطروح على الساحة. تحت هذا العنوان نقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية نفي مصادر مصرية وفلسطينية للتقرير المفبرك الذي نشرته إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتراح الرئيس عبد الفتاح السيسي إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة وشمال شبه جزيرة سيناء، وتنازل الفلسطينيين عن مطالب العودة إلى حدود عام 67، الأمر الذي أفسد فرحة إسرائيل، كما ذكر المحلل السياسي إريك بيندر في صحيفة معاريف الإسرائيلية. من ناحية أخرى، قال مصدر بوزارة الخارجية المصرية إن هذا الاقتراح تم طرحه كخيار لحل النزاع بين الفلسطينيين وإسرائيل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان الإرهابية، في إطار مؤامرتهم ضد الوطن والاستهانة بقدس.